الوقت ده زمن محتاج لوقفة صح، مش وقت ضعف وبكاء ولا وقت هم وفقر. الوقت ده زمن محتاج لوقفة صح، مش وقت ضعف وبكاء ولا وقت هم وفقر. افرد وطيح انما الزم قانون السماء، افرد وطيح انما الزم قانون السماء. قالوا الحياة دي متعبة، سككها متسردبة، تدوس في ناس طيبة بس انت فوق قدها، عايزة البيبان انت بتبا مش عايزة تقوم. الوقت ده يا زمن محتاج لوقفة صح، حيسد ويعادي، قيس الضعيف ووزنه من كسرته فاضي. قوم للقوي ومكنه حيسد ويعادي، قيس الضعيف ووزنه من كسرته فاضي. مش غابة بس البشر مطلوقة متسابة، الغدر فيها انتشر متسردبة، بتدوس في ناس طيبة بس انت فوق قدها، عايزة البيبان انت مبتبا مش عايزة تقونا. الوقت ده يا زمن محتاج لوقفة صح. يعني كل واحد متعلم من عرقوبه. أنا مش هنقدر نعملك حاجة يا حمو. لو تعرف إن مخبيك ده هيأثر عليا، وأنا مش هنخلي حاجة تأثر عليا وترجعني لورا. أنت بتتخلى عني وتبيعني ولا إيه؟ أنا ما تخليتش عنك يا شيرو. أنا وقفت معاك في كل المصايب اللي أنت عملتها. أنت نسيت المراكب اللي نصبت فيها على أولاد خالك؟ مين اللي رجعها؟ تنسيت اني ياما كلمتك ونصحتك؟ تنسيت اني قومت لك محامي؟ ما تجيش بقى في الاخر علشان مش عايز نضيع نفسي معاك تقول لي هنتخلى عنك. دي غلطتك، واللي كان مقضيها لما يلبس لازم يشيل كده. يا بقى ما تتكلم يا صاحبي، كتر ألف خيرك، ده بالرجولة يا عم الشهامة والمجدعة. سلم نفسك، اللي بتعمله ده هيضرك مش هيساعدك في حاجة يا حمو. مالكش فيه، مالكش فيه. انت مش قلت كل واحد بيتعلم من عرقوبه؟ سيبني بقى، سيبني يا اخي، سيبني نحل عرقوبي بمعرفتي.
عفارم عليك يا أم حنفي. خدمتك يا سيمونزي. خدي يا أم حنفي. يلا خدي. من يد بني آدم؟ بصي دي حاجة بسيطة. من بكرة تيجي تساعدي كوثر هنا في البيت. نوال ولا تعتبي لها بيت. من عيني دي قبل عيني دي. اتكل على الله. اقعد بالعافية. يا حسن زيك؟ تعالى يا ابو علي. يا أم حنفي يا أم حنفي حسن حسن يا أم حنفي يا أم حنفي يا أم حنفي بتردش ليا يا شاهين
اعمل ايه دلوقتي يا ابويا؟ اعمل ايه يا حبيبي؟ الف سلام عليك يا ابويا، ان شاء الله هتخف وهترجع زي الاول واحسن. هتخف يا ابويا. مرشقين في كل حته وانا مش هنعرف نطلع من هنا. خلاص يا عم فؤاد، نبوس ايدك يا عم فؤاد. استغفر الله العظيم يا ابني، ايه اللي بتعمله ده؟ معقول يا ابني؟ انا لو في ايدي حاجه نعملها ما كنتش هنتاخر عنك. روح له عم فؤاد، شاهين بيكبر لك وبيسمع كلامك. قول له حموده صاحبك اللي واكلين مع بعض عيش وملح. قوله إن الزمن مهما غير الناس اللي بين الإخوات ما بيتنساش. خليه يفتكر الحلو اللي ما بيننا، خليه يفتكر إني فديته بدل المرة ألف. قوله إن أنا حمه عم فودة. شاهين ما بقاش شاهين بتاع زمان يا حمودة. الصقر غير ضوافره ورجع صقر تاني. بس مش هو الصقر اللي احنا نعرفه. يا خسارة يا شاهين. للأسف يا ابني، شاهين آخر بني آدم حيمدلك إيده بالمساعدة. مالك يا ليلى؟ مفيش حاجة يا منذر. ازاي مفيش حاجة يا ليلى؟ ازاي مفيش حاجة وانا شايفك متغيرة بالشكل ده؟ قولي لي يا ليلى، قولي كل اللي جواكي. بصراحة بقى أنا حاسة إن في حاجات بتحصل كتير أنا ما نعرفهاش، ولما بنشوفها بترجعني لورا وبتخوفني منك. مني أنا؟ مني أنا يا ليلى؟ طب ليه؟ صحيح يا منذر، أنت عملت معايا أنا وخالي حاجات كتير ما نقدرش ننكرها، وخليتني أغير تفكيري في حاجات كتير. بس ايه؟ ارجوكي اتكلمي، ما تخبيش حاجه، قولي كل اللي جواكي، كل اللي في قلبك. ايه اللي بينك وبين نوال؟ نوال؟ هيكون ايه ما بيني وما بين نوال تفتكري؟ انا اللي بنسالك يا منذر. مفيش اي حاجه يا ليلى ما بيني وما بين نوال. واذا كان على الكلام التخاريف اللي هي قالته، انا ما بنتهددش، ولو كنت خايف منها ما كنتش جبت لكم حسن واخدته منها من حباب عينيها. مصدقيني يا ليلى، مفيش حاجه ما بيني وما بينها. مصدقيني يا ليلى. كنت فين يا شاهين؟ اتصلت بيك 100 مره ما بتردش عليا. مش تشوف مالي فيا ايه؟ معلش كنت مشغول شويه، ما عرفتش نرد على التليفون. خير؟ مش لا يا حسن يا شاهين، منذر خطف ابني. ايه؟ انا قلت لك حسن مش هيسكت. ما انت اللي بدات يا نوال، وكان طبيعي يعمل حاجه زي دي. يوم يحرمني من ابني؟ ابني اللي من لحمي ومن دمي؟ هو انت كنت فاكره انه هيسيبهولك بعد كل اللي عملتيه فيه؟ انا مش عارفه، تايهه، مش عارفه نفكر. ما تبعدش عني يا شاهين. اوعدني تفضل جنبي وما تتخلاش عني. وعدتك. بقى جاي لنا يا حمو عشان نساعدك تهرب. انت ما انت الكبير يا ريس منذر. ومش بس كده، ده انت ابن الكبير كمان. ما كانش قدامي غيرك عشان نروح له
ونطلب منه كده. امال فين شقك حبيب الروح يا روح الروح شاهين بيه؟ هو مش جحا اولى بلحم طوره برضه ولا ايه؟ شاهين ما بقالوش عزيز ولا غالي خلاص. خلينا في المهم دلوقتي. انا عارف كويس قوي انك ما بتطقش شاهين ولا اي حد من ريحته، بس انا من دلوقتي ومن النهارده ماليش دعوه باللي بينك وبينه. يا سبحان الله، مين بيقول كده؟ حموده، انت كنت متفرعن وعامل فيها ابو زيد الهلالي على حس الشاهين. انا طول عمري تمام وابو زيد بشاهين ومن غير شاهين يا عويس، بس الزمن اعمل معروف يا منذر، انا كل دقيقه بتعدي عليا وانا هنا في البلد حاسس ان ممكن نروح في داهيه ونتحبس في اي وقت. عايزين ننهي. اهدى حمو، اهدى حبيبي. انا بقى ما يرضينيش ان انت تتأذى. انا هنطلع معاك رجوله عشان تعرف ان الراجل ما بيبانش الا في وقت الشده. رجوله يا منذر، رجوله. بس يعني انا عايز منك دلوقتي يعني مبلغ حنين كده نديه لاي صاحب مركب عشان يهربني بره البلد. مبلغ. طب مليون جنيه يكفوك يا حمو؟ انت بتتريق عليا يا ريس ولا ايه؟ والله ما بنتريق، انا بنتكلم بجد. مليون جنيه يكفوك يا حمو؟ تديني مليون جنيه بجد؟ طبعا، وهنديهم لك عدا ونقدا ودلوقتي قبل كمان شويه. بس طبعا مش هنديهم لك عشان جمال خدودك. امال هتديهم لي عشان ايه يعني؟ مش فاهم. نقول لك انا يا حمو، بيتهيألي ان اللي قتل مره عادي يعني لما يقتل مره كمان، مش كده ولا ايه؟ فاكر انت الفيلم الهندي لما البطل بيرجع في الاخر وماسك راس عدوه وبيقدمها لحبيبته؟ اعتبرني انا حبيبتك وهات لي راس شاهين كده اهو، ماسكها كده اهو. لو عملت كده يا حمو هندي لك المليون جنيه يا حمو. راس مين؟ صاحبي؟ عشرة عمري اللي كلت انا وهو في طبق واحد؟ ازاي؟ ما ينفعش. انت تطلب مني اي حاجة في الدنيا دي هننفذها لك، الا اني نقتل شاهين. محدش يقدر يعملها غيرك. انت الوحيد اللي شاهين مش مديله اخوانا، وانا لو منك والله نولع فيه ولا يتهز لي جفن. تكفي ان ده لو البيع اللي باعها لك وانت في اعز احتياجك ليه. اخص عليك يا صحوبيه، واخص عليك يا زمن. الله ينور عليكوا يا اساتذه. حمو الصاحب اللي يبيع صاحبه ما يستاهلش يعيش على وش الدنيا. ها، انفت بجلدك يا حمو، يا روح ما بعدك روح. وعلى راي المثل، إن جالك الطوفان حط شاهين تحت رجليك، واخد بالك معايا؟ والحياة ملعب واللعيب يلعب يا عمو. ها؟ قلت إيه؟ مليون جنيه؟ ايوه جاي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله. حسن، اهلا. الحمد لله على السلامة يا حسن يا اخوي. الله يسلمك يا اخوي. اتفضل يا حسن. خرجت امتى؟ من يومين. من يومين وما تعرفنيش يا حسن.
على كل حال غمة وانزاحت. لسه الغمة كبيرة يا أبو الفضل. غمة إيه يا حسن يا أخوي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسن يا اخوي؟ ازاي كل ده يحصل وما تقوليش ولا تعرفني؟ نقول لك ايه يا ابو الفضل؟ نقول لك ان بعد العمر ده كله سلمت دقني لوحدها، عرفت تضحك عليا وتاخد اللي ورايا واللي قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا مش عارف الدنيا جرى فيها ايه، حتى الواحد ما بقاش يقدر يامن للست بتاعته. أنا جاي لك يا أبو الفضل يا أخويا عشان تقف جنبي، عشان تساعدني. قول لي عايزني نعمل إيه؟ وأنا ما نتأخرش. ده أنت جمايلك مغرقاني من ساس الراسي، وطول عمرك واقف جنبي يا حسن يا أخويا. أنا مش عايز نفضل بعيد عن المكس أكتر من كده. أنا عايز نشتري بيت تاني هنا. أنا عشت عمري كله هنا ومش عايز على آخر أيامي نموت في حتة تانية. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. حاضر حاضر يا حسن يا أخوي. أيوه اللي بتخبط. أيوه. رحت فين يا ابني؟ أنت رحت فين نشفت دمي؟ كنت بنشوف صرف عم فودة. برضه رحت له تاني؟ مش قلت لك ما تتعبش روحك مع شاهين؟ ما انا مش هروح له تاني. خلاص يا عم فوده، مش هروح. انت مستني حد ولا ايه؟ لا لا لا، تعال خش خش خش. ايوه اللي بتخبط مين؟ عيسى؟ انت في حاجه؟ عايز حاجه؟ لا ابدا، سلامتك يا عم فوده. امال فين حموده ايه اللي هجيبه هنا يا ابني؟ يا عم فوده قول له يزعر ويبان وعليه الامان. انا جايب له رساله من شاهين. رسالة ايه يا عيسى؟ الرئيس شاهين مستنيك الليلة، بيقول لك انه ما يهونش عليه العيش والملح اللي ما بيننا يا صاحبي. وهي عاملة ايه دلوقتي؟ واخد بالك معايا؟ قوم وقف بص ليه وفاق. ولا هدهد. ايه القطه كلت لسانك؟ بقالك ساعه قاعد جنبي ما نطقتش بكلمه واحده وباصص في السقف. بص في السقف ليه؟ انا عايز افهم. ما فيش عمل عموم، بس كنت شارد الذهن. شارد الذهن؟ شارد الذهن في ايه ان شاء الله؟ اوعى على هدهد تكون بتحب. الله، دي تبقى نكته الموسم. هدهد بيحب. نكتة في اعمل عموم؟ في ايه؟ على فكرة انت مش واخد بالك معاها خالص. ها؟ فيها ايه لما هدهد يحب يعني؟ ما هو اهو. هو انا مش بني ادم زي بقية الناس لحم ودم؟ لا انت مش بني ادم يا هدهد. نكدب عليك؟ انت كائن مجهول المصدر، تتغذى على الموز والتفاح. ربنا خلقك لوحدك، حتة واحدة فيك من كل حاجة، حتة قد كده اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عويس جه اهو وهيشهد على كلامي بسمتك يا عويس. هدهد ده بني آدم زينا كده؟ ها؟ يعني ممكن يحب ويتجوز ويخلف كده عادي من غير تصريح؟ يا عم منذر، سيبك من الخفاش ده وتعالى شوف المركب حصل لها ايه. ايه؟ مركب ايه؟ المركب بتاعتي؟ حصلها ايه؟ ايه ده؟
ده المواطير ميتنا، دي ما بتحطش منطق يا عم. هو مفيش غيره، مفيش غيره اللي عملها، هو ابن العرمة. ماشي ماشي. أنا معاك، أنا معاك إن العملية دي ما تخرجش بره الشاهين، بس الحكاية كده يعني. بس إيه؟ بس إيه يا عويس؟ ده مش بعيد تكون أنت اللي وزه يعمل كده، أيام ما كنتوا حبايب وفي لفلفة وبتحبوا بعض. لفلفة إيه وبتاع إيه؟ أنا ما نعرفش حاجة عن موضوع المركب ده يا منذر، ودلوقتي لازم نتصرفوا. المركب مش هتخرج قبل شهر، لازم المكان يتعمر. شهر؟ شهر إيه يا عويس؟ لا ما ينفعش الكلام ده خالص، المركب دي لازم بعد كام يوم تبقى في عرض البحر. هنعوم وراها واحنا بنزقوها يا منذر. الله، ايه الكلام ده؟ المركب لازم تتصلح. ما نعرفش يا عويس، ماليش فيه. تزقها بقى، تشدها بسنانك، ماليش دعوه. المهم ان المركب دي لازم تطلع، يعني لازم تطلع. الله، ولو حموده ما خلصش عليه الليله دي ورحمه امي لن كون انا اللي مخلص عليه شاهين ابن ابله فضيله. ايه يا شهيد؟ قلت ايه؟ غريب. ده انت من كام شهر ما كنتش عايز حتى تأجر لي المركب، وفي عز ما كانت المركب كونه ما كنتش عايز تبيع. ايه اللي حصل دلوقتي؟ كل وقت وله أدان يا ابني. ايوه، بس ايه اللي حصل دلوقتي غير لك رأيك؟ ما كنتش عايز فلوس، انا سددت. شهيد، هتشتري المركب ولا نشوف حد تاني؟ انت شفت الحاج حسان يا عم ابو الفضل؟ حسان؟ انت ايش عرفك ان انا شفت حسان؟ انا مش افندي يا عم ابو الفضل، ما هي واضحه زي الشمس. الحاج حسان عامل زي التاجر، لما فلس رجع لدفاتره القديمه. حسان صاحب فضل عليا، ياما وقف جنبي وساعدني في عز الناس كلها مدتني ظهرها، ومش ابو الفضل اللي ينسى واحد فك كربته ووقف جنبه وجه علي الدور لاجل ما نسدد ولو جزء بسيط من اللي عمله معايا زمان. أصيل، خلاص اعتبر اللي كنت عايز تعمله مع حسان اتعمل. لا يا شاهين، حسان جالي أنا، وأنا اللي لازم نقف جنبه. وبعدين أنا مش جايلك عشان تقف مكاني ولا تحل محلي. العفو، أنا مش هنعمل أي حاجة من دي. أنا هنرجع كل حاجة لأصلها إكراما ليك، وعشان تعرف إن شاهين أصيل وما تغيرش. ناوي عليها يا شاهين؟ فهمني. شوية مشاكل في الغنى كده بس. عارف هادي عصفور؟ أحلى حاجة في الدنيا إنك تستحمى مع واحد قريب منك. إلا؟ أيوة. مين بيتكلم؟ انت ليكي عين تتكلمي بعد كل اللي عملتيه ده؟ حلفتك بكل غالي يا ليلى، ما تقفليش السكه. انا ما رضيتش اتصل من رقمي عشان عارفه انك مش هتردي عليا. نبوس ايدك يا ليلى، انا عايزه بس نسمع صوت حسن، عايزه بس نطمن عليه. انا مهما كان ام دلوقتي بس افتكرتي انك ام. ماشي يا نوال. حسن يا حسن، خد كلمة. ماما يا ماما. ايوه يا حسن يا حبيبي، انت عامل ايه؟ انت مش هتيجي تقعدي معانا هنا؟ هنيجي يا حبيبي، هنيجي. انت كمان وحشتني قوي. انت بتاكل كويس؟ حسن، الو حسن،
ازيك يا حمو؟ وصلتك الرسالة اللي بعتها لك مع عيسى؟ رسالة ايه؟ عيش وملح ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ وانت تعرف ايه عن العيش والملح اصلا؟ حتى اللقمة اللي كنا بناكلوها سوا في طبق واحد فرمتها، ما بقالهاش اي عزة عندك في عز زنقتي وفي عز حبستي وفي عز ما كنت محتاج لك ما لقيتكش. مأمرة ايه؟ مأمرة اني بعتلك عشان نصحح اللي بينا. بس جيت متأخر قوي يا صاحبي. ارمي اللي في ايدك ده، ارميه. عرفت منين ما طمرش فيه العيش ولا الملح ولا العشرة؟ عايز تقتلني وتقبض التمن من منظر الكلب يا كلب. انت السبب، انت السبب ان تأصلك وخيانتك ليا وعدم سؤالك عليا هما اللي خلوني اعمل كده. انت السبب، انت السبب. وكل ما حد هيخون ولا هيستندل هيعملني شمعته. على الاقل انا اديتك ظهري، بس عمري ما فكرت اني اضربك في ظهرك. بس مفيش فايده، محدش عايز يعترف انه خاين ولا ندله ابدا. السودة اللي هتعيشها يا عويس. مالك يا اشجار؟ هتفضل تزني وتنوحي كده على طول؟ يا بنت انت كده بتفولي عليا. لما اموت ابقى زني ونوحي. اشغلي نفسك بحاجه يا اشجار. اقول لك اسقيني ميه، اسقيني ميه يا اشجار. تسلمي يا اختي. تعيش يا اشجار. اقول لك زيني ولا واحد، زيني ولا واحد. انت مش غريب اكيد. نواحي يا شجان. طمن يا ريس، كله تمام. زمان السمك دلوقتي عامل عزومه على جدته في قعر البحر. عفارم عليك يا عيسى، اتكل انت ريح شويه، احنا بقينا وش الصبح. وبعدين بقى، وبعدين بقى يا ربي، ده الموت أرحم بكتير من اللي أنا فيه ده. كيف سنام؟ نفسي أنام يا ربي، أنام بس نص ساعة. ولا بتهزر يا شاهين؟
هي دي حاجة ينفع فيها هزار ولا تهريج؟ أنا مش قادرة نصدق، مش قادرة نصدق. أنت مجنون، مجنون بجد. مجنون علشان قلت لك هنتجوزوا الليلة؟ مش هو ده اللي أنت كنت عايزاه ومستنياه وكل الكلام اللي كنت بتقوليه ده؟ وهنفضل طول الوقت نقوله. الموضوع بس فاجئني وخلاني كده أفكاري معاكسة. طب نستنى كام يوم يعني نجهز فيهم نفسي، مش على فجأة كده. ما هو حلاوة الموضوع إنه فجأة ومش مترتب. مش بنقول لك مجنون؟ اللي تشوفه يا حبيبي دي أحلى مفاجأة في حياتي. لا بصراحة دي نص المفاجأة ونصها التاني النهاردة بالليل. لا بنقول لك إيه، أنا مش حمل المفاجآت بتاعتك دي، قلبي يقف وممكن نموت من الفرحة. بعد الشر عليكي، في عروسة اللي دخلتها تقول الكلام ده؟ أنا مش مصدقة بجد، مش مصدقة. الليلة بعد صلاة العشاء هنيجي ومعايا الشيخ مرسي عشان نكتبه كتابنا، وساعتها هتصدقي بجد. يا حلو الصبح يا حلو الطل، يا حلو الصبح نهارنا فل. سلام. بسم الله. استغفر الله العظيم. بعد هالك يا بنت الناس وايه اخرتها؟ ما انا عايز نفهم، هتفضلي كده في النكد والزن على طول؟ انا مش هنسامحك على اللي انت عملته في ابويا. انا حصل لك حاجه في مخك يا بت؟ بقى بتعاتبيني وسايب اخوكي؟ لا، هو انا هنكون احن عليه من ابنه اللي من لحمه ودمه؟ ولا انت ما قدرتيش على الحمار، حضرتي على البرزاعة بنت الناس؟ أنا مش هنسامحكم أنتم الاتنين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. أنت بتحاسبيني عليا يا أشجان؟ ماشي يا أشجان، أنا هنريحوكي، أنا هنسيب لك البيت ده ونغور في داهية، ولا أقول لك اقعدي بقى في كل ركن شوية زني؟ العيشة بقت تقرف. ازيك يا ست نوايا؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك يا ست نوايا. الله يبارك فيك يا مولانا. الرئيس شاهين قال نجيب الشيخ مرسي ونسبقوه على هنا. اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يتم بخير يا رب. خطوة عزيزة نورتونا. خليك 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 مستريحة يا ست الكل، أنا هنقوم نفتح الباب.
ألف ألف مبروك يا عريس. ألف الله يبارك فيك يا عيسى. تأخرت كده ليه يا حبيبي؟ مش عريس؟ يبقى لازم نتأخر. ازيك يا مولانا؟ أهلاً. ازيك يا عريس؟ ألف مبروك يا شاهين يا ابني. ربنا يبارك فيك. أمال فين الشهود؟ الشهود زمانهم جايين. أهم. افتح يا عيسى. حاضر يا ريس. ما هم دول الشهود يا عروسة. ما ظنش دلوقتي انك تقدري تقولي اني جبت الشيخ مرسي وغصبت عليكي عشان نتجوزك بالعافية. ايه يا حاج حسان؟ يا ترى لسه مصدق ان انا كنت الديب الندل اللي كان عايز ينهشك وما حافظش على شرفك في غيابك؟ عشان كده طردته بره المنطقة، ما خليتوش يدفن أمه ولا ياخد عزاها. عرفت؟ عرفت قد إيه مراتك كانت بريئة؟ ملوش لازمة الكلام ده يا شاهين يا ابني، خلاص كل حاجة بقت واضحة. لا 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 لا، ليه لازمة يا عم أبو الفضل؟ لازم كل واحد يعرف عملته ويتحاسب عليها. ولا العدل ان انا وامي نفضلوا يدفعوا ثمن عمايلهم كلهم؟ اشمعنى انا دفعت ثمن حاجات كتير ما كانش ليا اي ذنب فيها؟ حبيت بجد وصنت مال وعرض الراجل اللي رباني وفي الاخر اتهمني اني نادل. تالي دلوقتي كل واحد عرف حقيقته. خد يا عم ابو الفضل، خد. ايه ده يا ابني؟ دي عقود المركب والبيت اللي كان خايف ناخدهم منه علشان يصونهم ويحافظ عليهم، اداهم لنوال اللي جت وادتهم لي. كانت فاكرة انها هتشتريني بيهم، ما تعرفش ان شاهين ما يدخلش في بيعها خسرانة. البايع والشاري فيها مالهمش قيمة عندي. مش عايزه تبصي لي ليه؟ انت زعلانه مني ولا ايه؟ انا زعلانه عليك يا ابني. ارجع ارجع يا شاهين، ارجع من الطريق اللي انت ماشي فيه يا ابني. ارجع شاهين بتاع زمان. شاهين بتاع زمان مات وشبع موت. شاهين بتاع زمان خلاص كان عايش في زمن مش بتاعه. المشاهين بتاع دلوقتي كل بيخاف منه وبيحسب له ألف حساب. كفاية كفاية، لو فضلت ماشي في السكة دي مش هتلاقي قدامك غير الكوارث. ارجع ارجع قبل ما الطيارة يجرفك، وعمرك ما هتعرف ترجع تاني. ارجع يا شاهين، كفاية يا ابني كفاية. ارجع يا شاهين. يطير يا طاير بنت على بالله، يطير يا
ايوه سليمان. ايوه شاهين، انت فين؟ بكلمك من بدري. طيب بقول لك، عمك حسنين تعيش انت. ايه؟ ايه بتحصل الكلام ده؟ طيب 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 انا هنجيلك حالا.